مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، مساء السعاده على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم هي وادم. في الحياه مشاهدينا الاعزاء، الفتره اللي فاتت والاسابيع القليله اللي فاتت كان فيها احداث كتيره جدا، ولكن استوقفني حدث وقرار انا بعتبره قرار وطني، قرار رائع. القرار ده جه من نقيب الموسيقيين الفنان الرائع هاني شاكر. بجد شابوه للقرار ده، قرارك رائع، قرارك بعتبره قرار وطني لانه بينقذ شبابنا، بينقذ اولادنا. مين في الاطفال دلوقتي ما بيسمعش المهرجانات؟ مين في الشباب دلوقتي مش بيشغل المهرجانات؟ انا مش معترض على الموسيقى تماما، انا معترض على الاسفاف والكلمات الرديئه اللي اولادنا بقوا يقولوها. الاولادنا بقوا يقلدوا الكلام ده. يعني ايه واحد يطلع يقول ايوه انا سافل؟ يعني ايه واحد يطلع يقول خمور وحشيش؟ يعني ايه واحد يطلع يقول هتعورني هعورك؟ ايه ده؟ ايه لغه الاسفاف والبذاءه اللي بقوا يعلموها الاطفال دي؟ ناس كتيره قالوا هو لسه فاكر، هو لسه عامل القرار دلوقتي، ما المهرجانات من زمان. هو ولا كده عاجب ولا كده عاجب، ولا ان احنا نسيب الموجه والذوق الرديء عاجب، ولا ان احنا نمنعه عاجب؟ اكيد القرار لو اتاخر شويه بس يكفي ان هو اخده. بجد انا بشجع حضرتك جدا جدا جدا، وبجد القرار ده قرار هايل. امبارح وانا كنت قاعده كده بجهز المقدمه وبتكلم، لقيت ابني جاي من جنبي ويقول لي ايه يا مامي اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا انا بحب المهرجانات. لا يا مامي اوعي تقولي الكلام ده، انا زعلان منك جدا جدا، وكل الولاد وكل الشباب هيزعلوا منك جدا جدا جدا. قلت له حبيبي، هو انت لما سمعت اغنيه انا ابن مصر، لما سمعت اغنيه انت تقدر تقدر تطير من غير جناحات، حبيتها ولا لا؟ قال لي حبيتها. قلت له اذا لو اتقدم لك الحلو برضه هتحبه. فنقدم للولاد الحاجه الحلوه، نقدم للشباب الحاجه الحلوه، الحاجه اللي فيها حماسه، فيها امل، فيها مشاعر راقيه، فيها مشاعر رائعه. واتمنى من ربنا ان القرار الجاي يمنع التيك توك ولا التوك توك دي، الحاجات التيك توك دي، لان هي برضو بنشوف فيها العجب، ربنا ما يوريكم. ده كان مقدمه بسيطه، ولكن النهارده مشاهدينا الاعزاء معانا حاجات جميله جدا بقى. معانا النهارده فقرتين مهمين جدا جدا جدا. معانا اول فقره شيف منى محمد، وهتقدم لنا اكل هايل لكل الستات المصريه. النهارده هنتعلم، وعلى فكره الرجاله هتحب الحلقه دي قوي، لان ما فيش راجل في الدنيا ما بيحبش الحمام المحشي ولا طاجن الرز المعمر. معانا ومع حضراتكم شيف منى محمد، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا دكتوره منى. النهارده بقى يا ترى هتقدمي لنا ايه؟ حمام محشي فريك ورز معمر في اللحم. طب ممتاز جدا. طب ومعانا كمان الفقره الثانيه هقول لها لحضراتكم، بس بعد ما نتعرف على المكونات. يلا الستات تجهز كده وتكتب ورا الشيف. يا ترى بقى الحمام الاول بيتكون من ايه؟ الحمام بيكون من حمام متنضف كويس. ايوه تمام. وكمان بيبقى فريك، بصله نيه بنحطوها في سمنه وكده. معلش. تمام. بصل ما تقلقيش، هي على فكره قبل الهوا يا جماعه كانت بتقول انا متوتره. انت في بيتكم ما تقلقيش خالص. اوكي. هنقول بصل، نحط سمنه على النار، بصله نحمروها، نحط عليها الفريك، ملح، فلفل اسمر، ربع كوبايه ميه. تمام. بس بعد ما نشوحها بقى، بعد ما تشوحها هنجيب الحمام. الحمام ونحشيه. طيب ممتاز. وبعد كده نسلقه. نسلقه في الميه، فيها ورق لولا، فيها ملح، فيها فلفل اسمر، الميه بس لحد ما يغلي، وبعد كده يتحمر في الزيت. طيب جميل. بعد كده بنحمره. طيب الرز المعمر بقى، رز ده رز فلاحي. رز فلاحي بيبقى مكون من كيلو رز، كيلو لبن، كوبايتين ميه، ملح، فلفل اسمر، سمنه، قشطه، وبس، وتحط في الفرن. ممتاز ممتاز. طيب يا شيف لحد ما تعملي الحاجات الجميله دي. اوكي. يعني دلوقتي انت هتحطي كل مكونات الرز المعمر. تمام. وهتحطيها في الطاجن. تمام. وهتحطيها في الفرن. تمام. مش بتحطي الطاجن يعني، مش بتسخني الرز شويه ولا على طول في الفرن؟ لا لا، في الفرن على طول بيتشرب. طيب. بعد كده تطلعيه فوق ياخد وش. ممتاز جدا. طيب يا شيف في حاجه تانية هتقدميها لنا النهارده؟ في الحلوة رز بلبن. لا ده انت مدلعانه بقى. ميرسي. ايه الجمال ده؟ الله يخليك. هيبقى كوبايه رز صغيره، عليها كيلو لبن، عليها تتحط الميه على النار، الرز يغلي شويه،
بعد كده نحطه اللبن مع اللبن مع ايوه اللبن مع اللبن مع كريم السكر شانتيه. مع مع لحد ما انت الرز قلت لي يتسوي. السر ده قبل الهوا، ايوه قلت لي طبعا احط معلقتين كريم شانتيه، معلقتين كريم شانتيه على الرز بلبن وهو ده السر بقى اللي هما بيبيعوه تمام الحلوانيه بره. تمام. بس وبعد والفانيليا، كده وفانيليا وبعد كده يتغرف في البوليت يعني هناكل النهارده اكله محترمه. باذن الله. طيب الشيف هي لحد ما شيف منى تعمل الحاجات الجميله دي باذن الله. هنتعرف مع حضراتكم لضيفه جميله، ضيفه هايله. انا لابسه النهارده من منتجاتها الهايله بجد، هي ديزاينر ما حصلتش، حببت البنات في الحجاب، غيرت الشكل، خلت البنات بدل ما يحس ان شكلها لا مش هيبقى حلو في الحجاب خالص، لا ده انا لما البس التربون هزيد جمال وهزيد شياكه، وكمان حلت مشاكل كتير. هنعرف مع بعض المشاكل اللي اتحلت دي مع كل البنانيت. يلا اتفرجوا علينا. معانا ومعاكم استاذه رغده الغول، مصممه تربونات. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بيك، نورتينا النهارده، اهلا وسهلا بجد الاستوديو منور. ميرسي. معانا ومعاكم برضو نتعرف على الموديل استاذه دولت، استاذه نور. اهلا وسهلا بيكي يا حبيبه قلبي. النهارده هنتعرف مع بعض ازاي بقى بدايه مشوارك مع التربونات الهايله دي. بدايه المشوار انا كنت بعمل لنفسي، تمام، ولان انا ما كنتش لاقيه في السوق حاجه عجباني، حاجه فعلا، فقررت ان انا بحب الرسم جدا، بحب الديزاينر عموما، فقررت ان انا اعمل موديل لنفسي. بدات بموديل صغير كده لنفسي موجود، وده الموديل الاساسي، وده اكتر موديل نسبه مبيعاته عندي عاليه جدا. بدات عملته لنفسي، وبعد كده بقت الناس تسالني انت بتجيبيه منين، فبدات الفكره بقى من هنا، ان انا بدل ما اصمم لنفسي بس لا انا هبتدي اعمل لعدد اكبر. طيب هو حلو جدا طبعا، برافو عليكي انك بداتي لنفسك، بس اكيد وشك مش نفس الوشوش التانيه. اكيد. فعايزين نتعرف بقى ايه اللي يليق على الوش الطويل، ايه اللي يليق على الوش المستطيل، يعني الاشكال المختلفه. تمام. اولا الوش البيضاوي ده بيليق عليه اي حاجه. البيضاوي، البيضاوي اللي هي وشها مدور، مدور وممكن واخد سنه بيضاويه شويه، سنه أيوة اطول بيبقى شويه، بالظبط كده، تمام، ده بيليق عليه اي موديل. تمام. اللي وشها طويل خالص ما ينفعش ان هي تبين جزء من شعرها، تمام، يعني لازم تلبس باندانا أوكي. اللي هي زي مثلا السوري كده، تمام، تقصر تمام. شويه الوش، تمام. اللي وشها مدور برضو بيبقى هنا في منطقه اللغد شويه، فما يستحسنش ان هي تبان، فعملنا جزء حي كده. معانا مداخله، معانا مداخله. اوكي. الو، ده ابني. ايوه يا حبيبي. ايوه معانا مين؟ ايوه الاستاذ منتصر. اهلا وسهلا استاذ منتصر، ابني حبيبي. ايوه يا حبيبي، ازيك؟ الحمد لله كله تمام. اتفضل. تمام. اوكي. اهلا. هو انت عايز ياكل اهو. انت متصل دلوقتي ليه؟ عشان اخد واحده من دي اختي. طيب يا حبيبي، هم عارفين ان النهارده أيوة. في هدايا يعني. ماشي خلاص. طيب تمام تمام يا منتي، بقى عندك بقى ليك هديه. ماشي يا حبيبي، ميرسي يا جميل. من معانا استاذه ميرفت. ايوه ايوه مساء الخير يا فندم. دكتوره منى، ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ منوره الشاشه. ايوه اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي. سامعيني؟ ايوه سامعاكي، سامع حضرتك. منوره الشاشه، منوره الشاشه يا دكتوره. ميرسي يا حبيبه قلبي، متعلقه كالعاده والبرنامج تحفه. ميرسي لذوقك يا حبيبه قلبي، ميرسي جدا. وكويس، انا مبسوطه جدا جدا النهارده من موضوع الحلقه. اولا تمام ماشي كالعاده طبعا، متعلقه. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك معايا في موضوع بقى المهرجانات ده ولا ايه؟ انا معاكي جدا جدا. أيوة جدا. وعايزه اقول لك ان احنا بندعم استاذ هاني شاكر في الموضوع، قرار منع المهرجانات. ايوه بالظبط، احنا معانا اولادنا تعبنا تعبنا من الاسفاف اللي بنسمعه. بالظبط، فاحنا بندعمك يا استاذ هاني، وعايزينك تستمر على قرارك، ومش عايزين لا تراجع ولا استسلام في القرار دوت ان شاء الله. تمام. وايه رايك بقى في الضيفه الجميله اللي معانا؟ جميلة جميلة. وأنا بس عايزاكي تشكريها لي أولا على هي يعني ما شاء الله، يعني موديلاتها جميلة. أنا لابسة من موديلاتها.
انا عايزاكي تساليها لي، ايه الالوان المناسبه للصيف السنه دي في التربونات؟ تمام يا حبيبتي، تمام ماشي، يعني قولي لها ايه الالوانات الموضه النازله السنه دي في التربونات. تمام تمام يا هي الالوانات الصيف، صيف ولا شتاء؟ صيف، احنا خلاص داخلين هندخل على صيف بقى ان شاء الله. طيب هو عمال البينكات معانا. طيب استاذه ميرفت شكرا جدا، وليكي هديه ان شاء الله، سيبي بياناتك في الكنترول. تمام، الاستاذه رغده النهارده منزله لنا ثلاث هدايا للمتصلين بيها. تمام، سيبي حضرتك بياناتك في الكنترول، ميرسي جدا، وتابعي الحلقه هتعرفي الاجابه بتاعت سؤالك. اتفضلي. الالوان البينكات بكل درجاتها معانا، والموفي. تمام، دول اكتر درجتين بانوا بقى لغايه دلوقتي، لسه بقيت الالوان بصراحه ما نعرفش هي ايه. لان لسه الكوليكشن الصيفي لسه ما نزلش. اوكي، فلسه ما جالناش اي حاجه عن درجات الالوان، لكن هي البينك والموف دول معانا اساسي. البينك والموف، تمام، يعني بتاعتي موضه. طبعا. انت هتلبسي اي حاجه تبقى موضه. حبيبه قلبي، ربنا يخليكي يا رب. طيب انا عايزه اعرف بقى الخامات اللي انت بتجيبيها، هل مستورده ولا من مصر؟ لا، هو اغلبيه الخامات مصري. ممكن انا لما بسافر بره اجيب قطع، تمام، تبقى اميز بيها بس الكوليكشن بتاعي، لكن اغلبيه الماتيريال كله مصري. ممتاز جدا، ممتاز، يعني احنا اذا الحاجات الجميله الرائعه دي كلها مصري، ميد ان ايجيبت، صانعه في مصر بجد. لا انا بجد ببقى فخوره جدا 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 لما بلاقي الحاجات الجميله اللي فعلا بتشرف مصر ومن صنع مصر او صنع في مصر، ده شعار دايما بنرفعه. طيب تمام، انواع الاقمشه بقى، هل القماشات الكاجوال زي القماشات السواري؟ يعني اكيد بتختلف. لا، الاقمشه الكاجوال بيستحب فيها الاقطان، يستحب فيها الحاجات اللي فيها شويه لكره، عشان بيبقى درجاتها اهدى، ما فيهاش اللمعه بتاعت السواري. ممتاز. لكن السواري بنستخدم بقى بايت، بنستخدم دانتيل، بنستخدم تول، بنستخدم قطيفة. انا كان نفسي حضرتك توري لنا الحاجات الجميله اللي معاكي. تمام، فبعد اذنك ممكن نتكلم وانت يعني. تمام. انا عايزه اشوف الكلام ده عملي، عايزه الجمهور يشوفوا الجمال اللي انا شايفاه ده. مثلا السواريهات اللي مع حضرتك. السواري، اوكي، الله عليكي. هنا حطينا البايت، تمام، وحطينا معاه موضه قوي البايت. قطع كمان اللي قدام دي اسمها الترا موضه. اوكي، ده اسم الماتيريال؟ اسم الماتيريال الترا موضه. اوكي، نطعم بيها بس عشان يبقوا شكلين. هايل بجد، ما شاء الله، اللهم بارك. انت هايله وشغلك يجنن، فخر الصناعه المصريه. ميرسي. مثلا برضو حاجه ده كمان طول. الله عليكي، ده تول بقى يعتبر برضو سواري. سواري. اوكي، في ناس مش بيحبوا يبينوا الجزء بتاع الرقبه. أيوة، او يبقى الديكولتيه بتاع الفستان مثلا واسع شويه. الله عليكي بجد، بصوا بقى يا بنات، جابت لكم حل عملي لكل حاجه. يعني دلوقتي اللي تقول انا لما البس التربون رقبتي هتبان وانا مش حابه ان رقبتي تبان، تمام، لا احنا بنقول لك اهو جايبه لنا حل رائع فكرت فيه وعملته لنا. بجد بجد ما شاء الله عليكي. اسعارك ايه؟ غاليه ولا في المتناول؟ لا في المتناول. البنانيت عايزين يطمنوا. لا في المتناول. اي حد يا بنات اللي شايفين كلنا اللي عايزين التربون يتواصلوا معانا، وان شاء الله باذن الله هنوصله لهم باستاذه رغده. اي حد عايز التربونات دي زي ما عرفنا من الاستاذه رغده ان الاسعار في المتناول لاي حد. معانا اتصال تليفوني. استاذه نيفين، اهلا وسهلا. ايوه، ازيك حضرتك؟ ازيك دكتوره؟ اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بيكي، منوره الشاشه. اهلا وسهلا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. برنامج جميل جدا ومشيق، وكل مره بتدينا حاجات احلى. اهو مدلعاكوا يا ستات اهو. لا 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 لا، صح، افكار حضرتك جميله. ربنا يخليكي. وضيوف حضرتك اجمل بصراحه، يعني حبيبه قلبي. اقول لك ايه يعني، وبالنسبه للشيف برضو شكلها وشكل الحاجات اللي هي حطاها قمه النظافه والجمال،
اما بقى الاستاذه مع حضرتك فبصراحه انا شفت الموديلات اللي هي بتعرضها حاجات واشكال جميله جدا وجديده. الله عليكي الله. كلها ذوق ورقه كده وبجد والله يا دكتوره. ما شاء الله اللهم بارك. واحنا بنشكر حضرتك على الحاجات الجميله اللي بتجيبها لنا مش قادره اقول لك حضرتك بالنسبه لنا غاليه ازاي والله. حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا رب يا حبيبه قلبي وليكي هديه الهديه الثالثه لاستاذه نيفين بعد اذنك سيبي بياناتك في الكنترول. شكرا يا دكتوره شكرا يا دكتوره. ميرسي يا حبيبه قلبي ميرسي يا جميله خالص بجد انت هايله ما شاء الله عليكي وبعدين ذوقك في الالوان ما شاء الله اللهم بارك وعلى فكره الريحه برضو بتاعت الشيف طلعت لنا اهي ايه يا شيف ايه الجمال ده يا شيف حلوه جدا طبعا جدا جدا دي تعتبر كاجوال ده نهاري تمام وبعد واللي الظهر فاتت كانت نهاري برضو وبعد الظهر برضو يعني ايه للخروجات العادية يعني حاجة مش سواري هو البوش المدور والبيضاوي الصغير شوية انت تعرفي ان الحجاب ما كانش يعني انا واحدة من الناس كنت متعقدة من موضوع ان انا البس حجاب ليه علشان وشي صغير فده فعلا حل يعني بجد هاي هو الموديل ده اسمه مالتي هو بيتلف بكذا طريقة يعني ممكن يتلف كده ممتاز ممكن يتلف بالطريقة الفيونكة اللي احنا عملناها جميلة ممكن يتلف لفوق كده تبقى فيونكه ظريفه كده تبقى فيونكه لفوق حلو جدا كل واحد بقى وذوقه ما شاء الله يتلبس باكتر من طريقه طبعا معاه اللياقه بتاعتها دي على حسب بقى الطلب حلوه جدا بجد تسلم ايديكي شغلك حلو جدا حلو وراقي والوانه حلوه كان نازل موضه معانا كمان انا بنزل بنفسي برافو عليكي كان نازل موضه الحاجات اللي هي البراندات ايوه فعلا ونازل منها الشنط ونازل منها نازل منها بقى حاجات كتير جدا حاجات كتيره فدي هتبقى حلوه قوي معاها طب انا ينفع البس جاكيت او البس مثلا بلاوز او كده نفس الكالرز دي ولا لازم حاجه ساده لا هتلبسي من تحت ساده ومن فوق منقوش اوكي او العكس تمام. او لو انا لابسه البيربري ده من تحت أوكي. هلبس من فوق اختار درجه واحده منه هلبسها من فوق اكتر لون بيليق عليا هلبسه من فوق ممتاز ممتاز شغلك حلو جدا 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 حد بيشتغل معاكي ولا انت لوحدك لا احنا ثلاث اخوات ممتاز احنا الثلاثه شركاء مع بعض بنساعد بعض يعني اي حد بقى فينا بيقوم بمهام التاني يعني في اي وقت يعني انتوا جايبين بقى مكان في البيت لا 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 انا عندي مصنع بتعامل معاه بديله الديزاينر اللي انا عايزاه وهو بينفذه لي انت البراند بتاعتك اسمها مارفو اوكي مارفو فاشن على الفيسبوك مارفو فاشن تمام اوكي تمام الله جميله فيري سمبل هايله بجد هايله وانت جايبه لنا موديل اصلا اموره ما شاء الله عليها فلايق عليها كل حاجه ما شاء الله طب ازاي بقى بتقدري توفقي ما بين شغلك وما بين الحاجات دي الشغل الجميل وما بين الماركتينج وما بين يعني حاجات كتيره ما هو احنا بتقدري ازاي توفقي احنا ثلاثه اها الموضوع متقسم علينا بنقدر ان احنا نشيل بعض ممتاز ممتاز يعني انت مثلا لو مشغوله في البيت هي هي بتنزل هي تخلص هي الحاجه اللي انا مش قادره اعملها انا قصدي ان انت دلوقتي بقيتي مثلا اداره فقط ولا بتقعدي تعمليها بايدك لا انا برسم الموديل اوكي ديزاينر بالظبط كده بناخد الديزاين نوديه للمصنع والمصنع بينفذه ويطلع برافو عليكي حلو جدا 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 احنا دخلنا كمان انا كنت شايفه حاجه كده زي كوليه او حاجه لونها سيلفر لا ده بقى بتاع العروس انا كنت لسه هقول لك ايوه انا قاعده مستنيه بتاع العروسه ده دخلنا مع انا كنت شغاله طبعا كاجوال وسواري بس دخلنا بقى كمان عروسه دخلنا طرح عروسه ممتاز وعندي بقى حد صديقتي عندها برضو بيج هي بتعمل الدريس لا بتعمل الهير بيس والاكسسوارز بتاعت العروسه ممتاز ممتاز فانتوا بتكملوا بعض بنكمل بعض حلو جدا حلو ان انتوا تتعاونوا وتكملوا بعض ويا ريت يعني عارفه احنا ممكن نعمل يعني
ممكن يبقى فيه براند كامل لكل حاجه محتاجاها العروسه. بالظبط كده، لو كله تكامل مع بعضه. احنا بيجي لنا ناس كتير بيبقوا عايزين، هي مش فاضيه من كتر طبعا الضغط اللي عندها، هي مش فاضيه ان هي تخلص الحاجات دي، فبتبقى بالزبط. عايزه مكان هي واثقه فيه، ان هو عارفه لما هتديله تقول له انا عايزه كذا وعايزه الالوان المعينه قد كذا، هو هينفذ لها اللي هي عايزاه، يعني بالزبط. افضل كمان من ما هي هتنزل بنفسها تجيب. ايوه صح، هي بتبقى مطمنه. اكيد. فالحمد لله احنا تعاوننا مع بعض، والحمد لله عملنا حاجه باذن الله تعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي. لا شغلك حلو جدا، واجمل حاجه ان انت لما بتدي الثقه لحد يشتغل لك حاجه يكون عنده ذوق راقي. انت بتبقي عايزه تطلعي احسن حاجه. برافو عليكي، برافو عليكي. ايه ده ده ما شاء الله، اللهم بارك. وبعدين احنا شفنا بقى، خدتوا بالكم يا بنات من اللفه وهي بتعملها؟ ركزتوا شويه علشان تتعلموها. برافو عليك. شكل العروسه مختلف تماما عن التقليدي اللي احنا بنشوفه، والربطه اللي بتبقى جامد وتضيع وش العروسه وتبين الميك اب اوفر. لا هي الربطه مرخيه شويه بس شكلها حلو جدا جدا جدا. بس بقى في حاجات بتثبتي بيها، يعني العروسه حابه ترقص حابه تتحرك بتبقى ثابته. هو مش انا بقى اللي بلف، اللي بتاع الكوافير بقى او بتاعه الميك اب هي اللي بتلف. انا مجرد ان انا بديها بس الديزاين مش اكتر. برافو عليكي، تمام. والكراون اكيد بيثبت من حاجات هم ليهم بقى ادوات بتاعتهم بتثبت الحاجه اكتر. هايل بجد، هايل. هو ده بيتلبس كل العرايس دلوقتي نفسهم نفس اللفه دي. حلو جدا. ده يتلبس تاك كده او بيتلبس اي حد عايز يشتري من براند مارفو فاشن. الله حلو قوي. لا هو ملبوس كده احلى، اللي هو الشكل الرومانز الروماني الجميل. حلو جدا. اي حد دلوقتي عايز يشتري من مارفو يعمل ايه؟ البيج بتاعنا على الفيسبوك، تمام، بيبقى اونلاين. اونلاين اسمها مارفو فاشن. بنوصل لاي حد في اي مكان، يعني اي حد. يا جماعه البيج اسمها مارفو فاشن. شغلك حلو جدا جدا جدا، هايل بجد، تحفه ما حصلش بجد. ونتمنى تكوني دايما ضيفه معانا، ونتمنى تشرفينا دايما. في الحقيقه مشاهدينا الاعزاء الوقت معاكم بيجري بسرعه جدا. بجد مبسوطين ان انت كنتي معانا. اتفضلي. انا مبسوطه. ميرسي جدا جدا استاذه رغده الغول، صاحبه براند مارفو فاشن. اللي عايز اي حاجه من اللي شفناها يتصل على يشوف على الفيسبوك مارفو فاشن. ميرسي جدا جدا، نورتينا يا نور. عايزين بقى نشوف الشيف، عملتي ايه يا شيف؟ طبعا طلعنا الرز اهو جاهز والحمام، وعملت الرز بلبن. الله عليكي. الله. لا بصي انا عايزه اكل بس بعد الحلقه. طبعا طبعا. تسلم ايديك يا شيف بجد، الاكل هايل بجد، حلو جدا ما شاء الله، اللهم بارك. مشاهدينا الاعزاء الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعه، ببقى عايزه اقعد معاكم كتير، بتوحشوني، بس نعمل ايه، الوقت انتهى. استنوني الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقه جديده من برنامجكم هي وادم. نشوفكم.